ان هذه الاهتزازات واصله برضو لاصغر يعني اصغر جسيمات الجسم، حتى الدي ان ايه نفسه، الدي ان ايه نفسه بيهتز بنفس الطريقه. عايز ليه احنا بنقول الكلام ده؟ عشان حاجات مهمه جدا. لما نيجي نقول القران الشافي او في شفاء للناس او كذا، او كل ما ايات الشفاء اللي احنا مثلا او هنقول بعضها، ان 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 نفس الفيروسات عشان تاثر على الجسم لازم تدخل تعمل توافق مع الاهتزازات بتاعت الجزء اللي بتهاجمه. يعني هي لن تنجح الا اذا فكت شفره هذه الاهتزازات الخاصه بتاعت كل عضو او بتاعت فيها الدم او كذا. هو ممكن يعني نشغل الفيديو اللي هو بتاع فيروسز اور مان ميد نانو تكنولوجي والواحد بيتكلم. فالفيروسات دي بتعمل ايه؟ ان هي بتدخل تتوافق مع الاهتزاز بتاع كل اورجان أو, او 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 كل عضو في جسم الانسان او الدم او كذا. زائد بقى ايه؟ ان الكارثه ان كل الفيروسات الحديثه اللي الناس مش عارفه ان كل الفيروسات الحديثه مخلقه وليست طبيعيه، وفي مليون امر بيثبت دوت. بس ده مثلا من احد الفيديوهات اللي بينبه الناس علميا ان كل الفيروسات الحديثه مخلقه وتمت عن طريق دراسه الاهتزازات الداخليه بتاعه جسم الانسان، ولذا يخلق هذا الفيروس على اساس ازاي يتوافق، وكمان معمول له تركيب جيني ازاي يدخل يغير في طبيعه هذا الجزء او في الدي ان ايه اللي داخل خلايا هذا الجزء، فبيهاجم الخلايا نفسها، لان ربنا اصلا خلق لك جهاز مناعي يقاوم كل هذا. في حاجات بتهاجمه زي البكتيريا دي طبيعيه، لكن الفيروسات كلها على فكره الحديثه كلها مخلقه. وحتى روبرت جالو نفسه اللي هو اللي مخترع الايدز واللي عمله في المختبرات السي اي اي، روبرت جالو نفسه شرح ازاي هو عمل الفيروس الايدز، ونشوف ده كارثته ايه لما نيجي ندخل في ازاي نقاوم الفواحش. لكن النقطه لازم نعرفها ان الفيروسات عشان تهاجم جزء وتنجح في دوت لازم تعمل ريزونانس او توافق مع الاهتزاز بتاع الجزء ده. وبالتالي لما نتكلم على القران الشافي او طبعا يعني الادعيه، يعني مثلا اصحاب الديانات الاخرى عندهم دعواتهم عندهم صلواتهم الالتجاء لربنا، ان ده بيحسن الـ 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 الاهتزاز اللي حصل للخلل بتاع الخليه وبيحسن وبيقوي الخليه. عايزين نشوف يعني ايه صور في اثناء مثلا ما ده مش مشكله. هو الفيديو ده يعني كنت عايزه اوري جزء ان اصلا ربنا خلق نظام مناعي كامل يقدر الجسم يقاوم بيه كل تقريبا كل انواع الامراض الا بامر الله، لكن الفيروسات كلها الجديده مخلقه ومخلقه عشان تهاجم جسمك. طيب قبل ما نخاف لازم نفتكر قول الشيطان لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ده كان في توعد عام ان هو يدمر فطره الله السليمه. لازم نفهم قبل ما نسال ليه بيعملوا كده او ازاي او لا، ده مش ممكن. ما هو ده الشيطان، هو الشيطان مخلوق ليه؟ هو الشيطان لما توعد ولا نقعدن، دي طريقه على فكره هجوم الخلايا البيضاء او ده الجهاز طبعا المناعي اللي ربنا ايه خلقه في الجسم عادي. لكن النقطه اللي لازم الناس تفهمها ان قبل ما نقول استغفر الله العظيم يا رب لا مش معقول ده بيحصل، لا طب ما انت ما هو ده حزب الشيطان، والشيطان توعد الله إن يعني توعد ان اقسم انه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. جور يدعو للفحشاء، يدعو للقتل، للكذا للكذا، كل الأوجه. فأنت ليس عليك أن تتعجب وليس عليك أن تنكر، لكن عليك أن تعرف ده هو متوعد من بدء كل الفترة السليمة. وده اللي هيفضل معانا على فكرة في كل حاجة. تخريب الإنسان، تخريب منظومة الله. فالإنسان اللي لازم يبقى عارف أنه يعني هو مش بس عشان تقول طب الناس تقول طب إيه الهدف؟ ده هو هدفه كده أنه يخرب فطرة الله السليمة بجميع المناحي. بكل المناحي. فهنيجي نشوف ايه؟ انا عايز ربنا ده اشارة ان هو اصلا الشيطان زي ما قلنا بياخد قبل ما بيأثر على الانسان او يوسوس الانسان بياخد مطابقة لنبرة صوته. وبيدخل برضو على ان هو يعمل خلل في اهتزازات وذبذبات الدماء. صوت الانسان ذات نفسه. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان مثلا هنشوف ان هو مثلا انك انت بتبعث طاقه لما انت بتقرا قران وبتنفخ في يدك وبعدين تمسح، ده بيعدل الخلل اللي حصل والتقطيب الفركشه اللي حصلت في التقطيب بتاع ترتيب السوائل داخل جسمك. طب عايزين نشوف اوجه اللي احنا نقدر نقومها تاني
غير مثلا ايه موضوع ذبذبات الدماغ واللي هنشوفها من ايات الشفاء وكذا، وازاي قرآن فعلا قرآن شافي، والادعية او كل ما انزل من الله او كل دعوة لله او كل عمل خير، السعي في الخير، الخشوع، التفكر، المحبة، كل الابتسامة، الابتسامة بتبعث على طاقة، يعني حتى كل ما اشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال تبسمك في وجه اخيك صدقة، ليست صدقة فقط لكن ده هي بتطهرك انت نفسك وبتبعث عليك بطاقه ايجابيه. كل ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء، رسول الله والانبياء واجمعين، كل ما دعوا اليه هو تحصين للانسان، ان الله لا يحتاج عبادتك. لو كل الناس عبدت ربنا لن يزيدوا فوق، وهو هذا التحصين شيء المفترض. طيب، ان هو لو البني ادم عمله ما حدش هيقدر عليه. هنيجي يعني نشوف مثلا ايه اوجه ثانيه. مثلا وجه زي ما حضرتك قلت في الاول، مثلا موضوع الفيسبوك او كده. طبعا احنا لما اتكلمنا كان مش بهدف التخويف او الترهيب، على قد ما الوعي انك انت تحرص على ما يمارس عليك دون ان تشعر او تكتذب فيه، سواء من فراغك، من ضيقك، من غضبك، من كذا من كذا من كذا. يجب ان تعي هذا تماما، يجب ان تعني فيه صفحات كاملة. يعني كان في مثلا صفحة من صفحات محبي الجيش المصري، هي كانت تابعة برضو للموساد، وبعد ما اكتذبت محبين وبتاع ابتدت بقى ايه تدخل حاجات تضليل. كان في صفحة مخابرات مصرية باسم المخابرات المصرية تابعة للموساد وتابع برضو الجهة أخرى، برضو في صفحة أخرى تابع الجهة أخرى ابتدت برضو تكتسب الناس المحبين، بقى الناس كلها بتحب المخابرات والقوة المصرية وكذا وكذا. بعد ما اكتسبتهم راحت إيه؟ طب وزي المخابرات سابتها ليه؟ تلعب في دماغه. طب والمخابرات بتاعتها؟ لا هي على الفيسبوك. على الفيسبوك. طب على الفيسبوك يعني ما عندناش في تضليل قد كده. ما انت في تضليل قد كده. يعني انا بقول على اوجه التضليل. في مثلا انت تدخل لك واحده مثلا زي ما قلنا بيكتذبوا الشباب على كلام مثلا مع البنات او على مواقع اباحيه او كذا. ليه؟ لان هم عارفين، هم عندهم مبدا بيقول لك مثلا الشباب العربي لو جبت لهم بين اتنين السياسه وبين الجنس هيختاروا الجنس، فيقوم داخلين لك من الناحيه دي وبعدين يكتذبوك في معلومات انت ما تعرفش ايه اهميتها. يعني مش شرط زي ما انت فاكر مثلا ايه زي المعلومات العسكريه وبتاع، لا لا كل الكلام ده مش مهم. لما يجي يعرف لك ان في مثلا انت ممكن بتشتكي من حاجه وتقول لا ده احنا بنحشد عشان هنهاجم مش عارفه ايه، احنا مثلا الاسم الفلاني، او في مثلا كم من المجندين. يعني في مثلا اخبار كانت اتنشرت الفتره فاتت على الفيس ان مجندين الامن المركزي هيعملوا عصيان او في حاله غضب شديد، ده الشرطة من جواها بتتخبط وعايزة تنفجر من جواها. انت المعلومات دي بتبقى مش عارف اهميتها لكن هم بيستغلوها، يبتدي يوقع لك مثلا كمائن اكتر. بتحصل اخطاء امنية، مش بتكلم على الاخطاء الامنية والكذا والردود الفعل والاخطاء واللي بيحصل والمردود بتاعه، لكن هم ممكن يستغللك دوت انه يقوم بعيسك على حالة احتقان اكتر، يبقى هدفها ايقاع قوتك الامنية.